كتابة الأغنية بتاخد منك قد إيه؟ يعني مثلا خلينا نتكلم عن الأغنية دي، يا دنيا علمينا، قعدتي يعني أولا الفكرة جات لك، لا أنا عايزة أفهم السيكونس، يعني جات لك إزاي الفكرة، بعدين قعدتي قد إيه عشان تكتبيها عشان تخلص؟ هقول لك. بصي، هو مفيش يعني مفيش تجربة شبه التانية لحد النهاردة، يعني أوكي. يعني ما أقدرش أقول لك، في ساعات ألاقي نفسي سريعة جدا، ممكن بجد في نص ساعة الاقي الدنيا مشيت، يعني الغزاله رايقه بجد، لو اقول لك اتكتبت واتلحنت في ساعه كلها. والله كنت انا قاعده مع ايهاب عبد الواحد الملحن، وكلمه الغزاله رايقه كنا محوشينها قبلها، كنا يعني كانت طلعت من قبلها، واول ما قعدنا نشتغل عليها اللحن جاب الكلام، جاب اللحن، يعني كله سبحان الله. يعني في حاجات كده فعلا، في حاجات بتلاقيها نجاحات مدويه وكواليسها ما تقولش كده خالص، ما تحسبش كده. بس انا دايما كمان بحس ان الاغنيه اللي بتطلع بسلاسه هي اللي بتتحب، يعني مفيش قاعده، بس دايما بحس الحاجه، كل معظم الحاجات اللي الحمد لله ربنا وفقني فيها، اما افتكر كواليسها ما الاقيهاش كانت معقده. بس انت بتعملي حاجه مش سهله على فكره، الكتابه السلسه البسيطه قوي دي اللي بيتقال عليها السهل الممتنع، ان انت تصيغي كلمات رشيقه لطيفه مقبوله يفهمها كل الناس. يعني الغزاله رايقه دي عايزه اقول لك، يعني انا من الناس بحبها جدا على فكره. طب والله العظيم كنت بسمعها وانا جايه في الطريق النهارده، والله العظيم. طب الحمد كنت بسمعها وانا جايه النهارده الصبح، يعني بس ده صدفه مش عشان انت معانا، انا بحبها اصلا. بس هي كلماتها حلوه، يعني جمعت ازاي الطبله دي؟ لا ده قلبي، يعني اقول لكم جبتيها ازاي يعني؟ خيال برضه صحيح. هقول لكم سر على حته الطبله وده قلبي. الإفيه ده كان برضو اوريدي معايا من قبل كده، كنت بكتب على لحن تاني خالص في أغنية تانية، وجت في بالي فكرة إنه الشخص قلبه بيعمل صوت الطبلة، يعني أوكي. يعني من التيمة اللي كانت مبعوتالي وأنا بكتب عليها، فيها إيماجينيشن وفاهمة، يعني مش كلمة، مش كلمات، هي ممكن تكون سهلة بس النقطة اللي عندك كلماتك مش تافهة، سهلة وليها معنى، فاهمة الفرق؟ لا يعني ده نجاح يا منى، والله مش بجامل، والله الحمد لله. يعني بصي، انا زي ما بقول لك دايما بحس انه الحاجه اللي ما فيهاش، ما طلعتش بفزلكه كتير وتفكير كتير وكده، هي اللي بتبقى يعني لما مش عارفه اقولها ازاي، بس لما بتبقى سهله طالعه من ايدك سهله، بتدخل الودن سهله بسهوله، بنفس السلاسه اللي طلعت بيها. انا بحس